روني فهد بمرر لصباح خوري اللي بيسدد على الارك، صباح بيسجل وبيستفيد من عم تشوفوا الجورسيات يعني بنفس الالوان ومع بعض عم يلعبوا، وصباح خوري بيضرب كمان من المسافه البعيده وهيدي الثانيه لصباح. باسل بينقلها لروني فهد وصباح خوري، هذا حتكون الثالثه، الثالثه لصباح عن الارك، تسع نقاط لصباح عن الارك. ما بيرجع بالمحاوله، ريباوند لصالح يونغ بلاد، روني فهد بمر لصباح، صباح بيسدد على الارك وهيدي الرابعه لصباح خوري، 12 نقطة لصباح. عبد النور بتمريرة حاسمة من لاري بلير، جاي بينقلها لصباح، رح تكون الخامسة، الخامسة لصباح خوري، 15 نقطة لصباح، 5 من 5 عن الارك. أقل من دقيقتين لنهاية الكوارتر الثاني، صباح خوري بيلتقط تقريبا وبينطلق بالفاست بريك، صباح بسدد السادسة، لا 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 يا صباح يا صباح، 6 3 بوينتس لصباح خوري، 18 نقطة بالعربي الدارج ما عم بقفي، ضعفوا بالإعادة ديشان كمان، صباح خوري عم بسجل نقطة ال 21، 7 3 بوينتس لصباح، صباح صباح خوري عم يحاول يعمل استعراض، حيحاول يقطع لاري، صباح خوري تسديدة ثلاثية بسجل صباح للثمانية اليوم، 8 3 بوينتس لصالح صباح، نجح بتسجيل نقطة الرابعة. إذا فينا نشوف بركي السكوررز بالجيم لهلا، كمان صباح عم يسدد وعم يسجل صباح، ثلاثية جديدة بين لاري بلير وود، صباح خوري رح تكون العاشرة، العاشرة لصباح خوري، 30 نقطة لصباح، 10 3 بوينتس لهلا مسجل بالجيم، 10 ثلاثيات. برجع بذكر عم يسجل نقطة ال 16، يلا تشوفوا الجمهور انه مش بس عم بصوت للاعب الافضل من ناحية التسجيل او الريباوند او صباح خوري ال 11 لصباح، 11 ثلاثية لصباح خوري بهالجيم، 33 نقطة.